في هذه اللحظة الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الحادي عشر. في أول المراكز في هذه اللحظات هذه إسناد السيد سعيد بن حمد بالزيوي حل المري، أما اللي في ثاني المراكز هذه الخليج للسيد محمد بن حمد الأشول في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز في هذه اللحظات هذه شاهيني للسيد عبد الهادي بن عجلان المري في هذه اللحظات في ثالث المراكز. رابع المراكز تسللت في هذه اللحظات هذه جزيرة سيجار الله بن محمد المري في هذه اللحظات يتسلل مباشرة إلى ثالث المراكز. خامس المراكز واصل هذه معزل لسعادة الشيخ محمد بن ناصر الثاني. روح مع اللي في أول المراكز راحت في هذه اللحظات هذه إسناد السيد سعيد بن حمد بن زي حل المري في هذه اللحظات في أول المراكز. واصل في ثاني المراكز الجزيرة السيد جار الله بن محمد المري في هذه اللحظات في ثاني المراكز في هذه اللحظات. أما اللي في أول المراكز حتى هذه اللحظات هذه إسناد بدون مكية إسناد للسيد سعيد بن حمد بن زي حل المري، ولكن الجزيرة واصلة في ثاني المراكز يدعو الملكية للسيد جار الله بن محمد المري، ولكن إسناد حتى هذه اللحظات يدعو الملكية إسناد للسيد سعيد بن حمد بن الزيبح المري في أول المراكز. كما تشاهدون على شاشة التلفزيون هذه إسناد للسيد سعيد بن حمد بن الزيبح المري، نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز إسناد بالمركز الأول، تهانينا والناموس. في ثاني المراكز الجزيرة سيجار الله بن محمد المري، وفي ثالث المراكز وصلت معزة لسعادة الشيخ محمد بن ناصر الثاني. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:12:34 جزء من ثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.